ومو غلطان، وانت لحقتي على الدقرة. شو نسيتي انا ربتني وربت اخواتي؟ شو بتفكري انت؟ شو بتفكري؟ هلا صارت افهم من الحكمة اذا ربتك انت واخواتك. عم اقول لك الولد صحته مو عاجبتني من كم يوم، وهي لسه بتقول لي اسنانه واسنانه. انت ليش مصرة دائما طلعيها غلطانه وحقوقها؟ ليش؟ انا هيك؟ لك الله لا يسامحني اذا كان هذا قصدي، بس والله خايفه على ابني، مو حقي خاف عليه. شو نسيان انه ما له ابنك لحالك؟ لا ما نسيت، بس يا بشير قلب الام، وقلبي عم يقول لي الولد صحته مو تمام، قلبي مو مطمن. خلص حميده روقي شوينا، روقي. من هون ليومين ما طلع اسنانه بناخده على احسن استخانه، بس لا تطمني منيح هيك. ندرن علي، ندرن علي، اذا بيطلع اسنانه لصير خدامه عند رجلين مرت عمي. على قامه الجهاز واللي بجهزوا كسروا رجلي وانا عم دور بهالسواق. الحقيني ان شاء الله، الحقيني الحقيني. خير يا عم، شبكي مو على بعضك؟ مو انا، مو انا غازي، ما بعرف شو صاير له يا مرت عمي، ما بعرف. خير، شو صاير له؟ والله ما بعرف يا مرت عمي، سخنان كثير وحرارته ما عم تنزل. لك يا بنتي ما قلت لك حطي له كمادات مي بارده؟ حطيت، والله حطيت. خلص روحي جيبي لي واعه فيها مي بارده وجيبي لي خرقه معه قوام. يلا يلا. يا ربي دخيلك يا رب. يا عمو اسمعي مني وخليني اخذه لعند فمية تشوفه. وهي شو فهمها؟ كيف شو فهمها يا عمو؟ ما هي عم تدرس تمريض. عم تدرس يا عمو بس ما تخرجي حتى. ان شاء الله تقبلني لحقني، ان شاء الله. شوفي بشير جيب الحكيم ابو جميل قوام، ابنك تعبان كثير. يلا يلا يلا. ايه صبري ابن عمي الولد تعبان كثير لازم احكيه. جيب الولد والحق. يلا يا عمري جيب بالك حليب، جيب بالك حليب. صحيح صحيح صحيح. لا حول ولا قوة. طمني بالك، هلا بيعطوه الدواء بيطيب. طمني بالك عمري، طمني بالك يا حليب. خير يا بي، خير 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 يا ابو جميل. صبي يا ابو جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. الولد سخنان كثير. ها عم يطلع اسنانه. شو يطلع اسنانه؟ ليش الولد هيك لك عمي؟ يا ابو جميل بوس ايدك اسعفوا للولد، بعدين بنشوف ليش طالع حرارته. بوس ايدك. ايه 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 ما في ان شاء الله. بس يا عمي هذا الولد كان لازم تاخذه على المستشفى. ليش؟ الرحمن الرحيم. لك شو بالولد؟ شو صار له؟ الولد اعطاكم عمره. شو عم تحكي؟ انت اللي قتلته يا ابو جميل، انت اللي قتلته. لك يا عمي شو عم تحكي؟ لك شو قتلته وما قتلته؟ اسمع يا ابو جميل، وصل الولد لعندك وكان عايش وانت اللي قتلته. يا جماعه خير؟ شو بخير تخلعوا؟ اسمعوا يا جماعه، ابو جميل قتل ابن ابني. سلام قولا من رب الرحيم. شو الحكي يا ابو جميل؟ لك يا مختار الولد خلص عمره، انا شو دخلني؟ والله لا اخرب بيتك يا ابو جميل، والله لا اخرب بيتك. لا حول ولا قوه الا بالله.
قلبي رابط. الله يصبركم. سمونا الفاتحة أحسن شيء. لازم تسكت له، هن اللي قتلوا ابن ابني اللي كان ملي عليه البيت. أنا أسكت له؟ أنا أسكت له يا سعاد؟ أنت رح تشوفي شو بدي أعمل بأبو جميل هذا. وأنت يا مو لما تروح لعنده اصحك تروح لعنده. لا بده يروح. ليش بده يروح؟ اسمع مطيع، بتروح هلأ بتروح، بتطلق نجاح وبترجع. طلق نجاح يا أبي؟ ايه تطلق، وما بيهمنا ما بيهمنا يكونوا أنسبائنا ولا أقربائنا، هلأ بتطلق نجاح وبترجع. يلا فورا. ايه يا أخي كلام أبوك مزبوط، معك حق يا أبي، وانت قلتها. أنا هلأ رح أروح طلق نجاح فورا. الله معك. أمي لا تزعل تقبرني، والله لجوزك ست ستة. يا أبو مو وقت والحكي، مو وقت. أخ يا رجال حرق قلبي. صباح الخير. أنت بخير؟ أنت بخير يا أبو. ماشي يا أبو جميل ماشي. والله حرموني منك يا ضو عيوني. صلي على النبي، صلي على النبي حاجة تعذبيني وتعذبي حالك، الله يرضى عليكي. قلبي كان عم يقلي ولد تعبانة، ما حدا حس فيني، ما حدا صدقني. مين قال هالحكي؟ بعدين مو لحالك محروق قلبك عليه؟ ما سمعته مني، كله نرد عمي. انت شو جناتي؟ امي ما بعرف، اللي بعرفه انه ابني مار. صوتك، بطي صوتك، اذا بتسمعني عم تحكي هيك بتموت بارضك. ليش ما اخذته؟ يا حميدي انا بعرف رح يصير هيك، هي بتعرف رح يصير هيك. انا امي بعرفها حنونه كثير، كان اهون عليها تموت ولا يصير اللي صار. أنا اللي أهون علي يموت، ولا أنا حرم من ضي عيوني. أنا اسمعيني، هاي الغلطة غلطة أبو جميل، فهماني؟ ليش ما قتلته بلحظته وساعته وطفقت اللي نار؟ ليش؟ مش مين قال لك إنه أنا ساكت له ولا أبي ساكت له؟ بشير بدي ينحرق قلبه انحرق. حيصير مثل ما بدك واكثر. بس حميده وعديني انا بقى تفكر بهي الطريقه، امي مستحيل تعملها، اذا بشوفها بعيوني ما بصدق. امي كان كل غرضها انه تداريه وتحطه بعيونها بس، وعديني. يا ابني يا مطيع، الشي اللي صار ربك من فوق رايده. أنا مو مشان هيك جاي يا أبو جميل. لكان نجاح شو جاي؟ أنا جاي أقول كلمتين لنجاح وتيسر. خير إن شاء الله. مساء الخير. مساء الخير يا أبي. إيه؟ هي نجاح، شو بدك تقول لها؟ نجاح انت طالع. قلت اللي عندك؟ ايه قلت اللي عندي. يا بي خذ له طريق وقلعه. تعالوا للطريق وتصير بكره بتنزل على الدكان منشان نفض الشراكه اللي بيناتنا. ايه يكون احسن. يلا نقلع ولا يلا؟ معلش اختي معلش. ما يهمك ولا يهمك.
افندي يا بشير افندي يا بشير افندي يا مطيع افندي يا بشير. ان شاء الله خير. يلا جايه جايه. ما بعرف شو في ولا لا في حالي. دكانة اخوك مطيع. مطيع دكانك عم تحترق يا مطيع. يا رب حرقوا له رزقه يا رب. الله يحرق قلبه ويعلقه. فانوس مالك مطفي؟ انا بايدي طفيت الفانوس وسكرت الدكانه. ايه 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 لانه الحريق اللي صاير مو قضاء وقدر. في حدا حارق الدكانه قصاده. شلون بقى وشو عرفك انت؟ شحه القفل مكسور. طيب مين له مصلحه يحرق له الدكانه؟ ما في غيره. صبري هو اللي حرق لي الدكانه، ما في غيره. صلي على النبي يا ابني. صبري شو دخله بالموضوع؟ مزبوط عم يحكي، لانه اليوم صبري الظهر هدد له مطيع قدام كل الناس. شو عم تحكي انت؟ صبري؟ صحيح هالحكي يا اخي؟ ايه اخي مزبوط. ليش ما قلت لي؟ كانت المطيع بيتهموا ابني صبري بأنه هو اللي حرقها؟ ايه والله. خد نصيحتي، هرب صبري على السريع قبل ما يجي بشير وجماعة الكركون يشحطوا من قدام عيونك. وروح ما جيت كتر خيرك يا أخي. خير الله عمي بجميل بخاطرك. الله معك. شو ابن عمي شو صاير؟ شو صاير؟ لك دكانة مطيع احترقت وعم يتهموا ابنك صبري انه هو اللي حرقها. ايه ولي علاقتي؟ صبري؟ وشو دخل صبري ما طلع من البيت؟ لك هذا الشيء نحن بنعرفه بس بشير افندي ما بيعرفوه. ابني روح غير ثيابك روح روح. لوين بده يروح؟ لك خليه يطلع من البيت قبل ما يجي بشير وجماعة الكركون ياخذوه. لك خروك لك ابني خلصني. يا ابني تكب كل جاي. خير بشير افندي شو في؟ من وين بده يجي الخير؟ من وراك ولا من ورا اولادك؟ اه؟ مين ولادي؟ وين صبري؟ صبري مانو هون مو بالبيت. وينو؟ راح لعند عمته بالميدان بعد العصر. بعد يفتش البيت. وليش بدك تفتش البيت يا بشير؟ افندي بشير افندي بعدين هي مو شغلتك. انا بدي فتش البيت. كيف مو شغلته؟ لك هذا البيت بيتي مو زريبه بشير افندي. شو الشغله سايبه؟ بدنا نعرف ليش بدك تفوت على البيت. اخوك صبري متهمن هو اللي حرق الدكان لاخي مطيع. ولك إذا هو إيمانه بالحارة شلون بدي يحرقها؟ أبو جميل بدك تخليني فتش البيت بالذوق ولا خلي عناصر الكركون يفتشوا غصباً عنك؟ لحظة لحظة لأنا أخذ أقترب. جميل قول للحريم يتستروا. عمرك عمرك من الأول. وين بروح مني وين؟ هن اللي قربوا يا مو. ولي عمل عملته وهرب يا مو. قلت لك ماله مهرب مني. العجيب لو كان تحت سابع عرض رح تفوتك عليه بحرقة الدكان كلياتها. وبدك تحبسه يا مو ما هيك؟ شو احبسه؟ بدي احوله على قلعه بتهمه ما يطلع منها بخمس سنين. الله لا يوفقهم يا حق. الله لا يوفقهم. ولي الله يوفقه هو واهله على هالباي الوسخه. طلع حقير وواطي. شو بده منا؟ شو بده منا؟ الى الشام شام طيب.